مشاهدنا الكريم، أهلا بحضرتك في رحلة جديدة من حلقات برنامجنا الأسبوعي الفقه وحياة. نستثمر هذا الوجود وندعو الله عز وجل أن يفرج عن إخوتنا الكرام في فلسطين ما هم فيه، وأن ينقذهم وأن يخلصهم وأن يبعد عنهم شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار بحق محمد وآله الأطهار إن شاء الله تعالى. باسمكم جميعا إخوتي الكرام نرحب بضيفنا الكريم سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. حياكم الله سيدنا، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وتقبل الله أعمالكم. اللهم آمين أجمعين إن شاء الله. إذن على بركة الله مشاهدنا الكريم رح نبدأ الآن بهذه الحلقة، رح نتحدث عن موضوع مع سماحة السيد، نستمر في هذا الحديث لمدة 12 دقيقة بإذن الله تعالى، بعدها مباشرة نتحول للإجابة على أسئلتكم استفساراتكم مداخلاتكم على الأرقام اللي راح تظهر أسفل الشاشة. ولا تنسون أسفل يمين الشاشة دائما هناك الكود الخاص بتطبيق المجيب، وهو نعم المعين والمجيب لكم خلال يومكم وما تواجهون فيه. سيدنا الكريم، هناك موضوع وردتنا عليه الكثير من الأسئلة على امتداد الحلقات السابقة، اللي هو موضوع الميراث، وغالبا ما تكون أو الكثير من الأحيان تكون هناك صراعات بين الأبناء بعد وفاة أبوهم أو أمهم. أنا أسأل حضرتك سيد، إذا أكو توجيه معين للناس في حياتهم كيف يكون أبنائهم من هذه الصراعات مستقبلا بعد وفاتهم؟ تفضل سيد. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال هناك مسائل ثلاثة مهمة جدا: مسألة الوصية، نعم، ومسألة الثلث، نعم، ومسألة التفريق بين الورثة، نعم. هذه مسائل أنا أعتقد هي جوهر المشاكل الأساسية. كثير من الناس يموتوا وعلى حال يرحلوا إلى دار حقهم وهم لم يتركوا وصية ولم يتركوا شيئا، فالأهل لا يعرفون أنه ماذا عليه من حقوق، ماذا عليه من واجبات، ماذا عليه من عبادات، ماذا عليه من فرائض، ما يعرفوا. نعم، ديون. ديون، وهذه في واقع الحال يسبب أزمة. وتعرفون أنه الديون والواجبات المالية كالحج هذه ما تخرج من الثلث، هاي تخرج من أصل التركة، يعني من أصل المال. قبل ما يوزعوا يطلعون ديونهم، إجا واحد قال أنا أطلب والدكم 10 ملايين، ما يقول الله انتظر خلي نطلع من الثلث، لا مو من الثلث، من نفس التركة. نعم. فالديون والواجبات المالية كالحج والكفارات اللي عليه هذه تخرج من أصل التركة. يعني حتى سيدنا بالنسبة للي مطلوب صلاة أو الصيام أو لا كذا. الصلاة والصيام هذه ليست واجبات مالية، هذه عبادية. نعم. ولكن هذه يوصي بها فتدخل في الوصية اللي هي ضمن الثلث. نعم. فهذا أمر مهم جدا، أن الوصية كثير من الأحيان تفصل القضايا وتحل المشاكل، ولكن للأسف الشديد بعض الأحيان الذي يكتب الوصية لا يكتبها بشكل جيد، يعني يكتبها موهمة. بيت مثلا بيت اللي بالولاية لا تبيعوه، وبيت اللي مثلا بالحنانة مثلا أريد ثلثة، محل اللي مثلا بحي الصناعي انطيل فلان. هذه ما ندري الآن ثلث كل الملك، كل التركة، لو بس ثلث بيت الحنانة. شوف، لابد أن يكون واحد يعرف شلون يكتب الوصية ويعرضوها إلى مكتب مرجعهم، يا هذه وصية شوفوها أكو بي خلل كذا حتى تصير مشاكل بين أولادنا. هذا مهم جدا. نعم. الأمر الثاني اللي أريد أبينه مسألة الثلث، هل الثلث حق الإنسان؟ اسمح لي سيدنا لطفا، نعم، يعني من غادر موضوع الوصية، بل لأنه أريد أسأل جنابك، البعض أكيد من الناس يقول أنا بعدني صغير وشاب فما أكتب وصية. هل ورد عندنا روايات عن الرسول الأكرم أو آل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين ما يحث على كتابة الوصية شيء معين؟ طبيعة الحال الأشخاص يختلفون،
واحد شخص عليه حال ما عليه لا أموال ولا ذمم ولا استحقاقات ولا هذا على حال ما عنده شيء حتى يوصي به، فهذه حسب تعبيرنا سالبة بانتفاء الموضوع، يعني ما كفت شيء اللي أنا أكتب. أكو أشخاص لا عنده أموال، عنده مشاريع، عنده ديون، عنده أمانات. الآن أشخاص واضعين بأسمائهم بيوت لآخرين، ناس أجانب بالعراق حاطين بيوتهم باسمي باعتبار عراقي. زين هذه شلون يعني؟ إذا أنا ما أكتب شيء يا جماعة ترى بيت فلان بيت كذا هذا مو إلي، هذا مال حج فلان، مال شيخ فلان مثلا اللبناني الخليجي الإيراني، واضح؟ نعم. فلا بد أن يكتب، فالقضية تختلف باختلاف الأشخاص، واضح؟ نعم. فإذا تركها هكذا فهذه في واقع الحال يوم القيامة يحاسب عليه، أنه شلون أنت عرضت أمانات الناس عندك إلى شنو؟ إلى استحواذ أولادك عليه. تدري يروح قسام شرعي، القسام الشرعي يقول أملاك، يجيبوا الأملاك من كلها باسم الفلان، يلا وزعوها. ما يصير. أكو أشياء، خب هذه الأشياء شلون أنا بينها؟ لابد أن أترك وصية، لابد أن أترك شيء على حال يوحي ويثبت على أن هذا الأمر ليس دين. فالقضية ليست حسب تعبيرنا والوصية واجبة مطلقا، لا. الوصية واجبة على من إذا تركها تضرر أو فوت أو ضيع حق الآخر. هناك روايات أنها تطيل العمر كتابتها سيدنا. نعم أخلاقيا هذه الرواية موجودة. الأمر الآخر اللي هو الثلث، هل الثلث هو حق الإنسان مطلقا؟ الجواب كلا. كلا يعني شنو؟ يعني إذا أنا ما أريد أوصي وما قلت يا أبي أريد ثلثي، خلص لما أموت أولادي يأخذون كل التركة يقسموها ولا يتركون لي شيئا. ليش؟ ما وصيت. فالثلث بالوصية، يعني إذا أوصيت فتكون الوصية في وين؟ بالثلث. أحسنت. بعض الناس، هذه أيضا هم إشارة مهمة، بعض الناس لما يوصون يوصون أكثر من ثلثهم، أنطي سيارتي لفلان، وأنطي ما أدري شنو العلان، والبستان ما أدري شو تسوي، والكذا أنطي للعتبة الكذائية. الأولاد يجون يشوفون شو أبونا نص التركة أنطوا أنطوا، إحنا ما نقبل. فيجون شو يسهون؟ يأتون وينفذون الوصية بمقدار الثلث، ما زاد عن الثلث ما يرخصون فيها، فيعرضون الوصية إلى حسب تعبيرنا إلى مشكلة. بعض يقول خطية أبونا ماذا شنو، بعض يقول لا أنا أريد، فصير مشاكل. فلا بد أن يكون وصية بطريقة اللي في واقع الحال بمقدار الثلث اللي لا تصير مشاكل عويصة في هذا المجال. إذا ما وصى، أكرر، إذا ما وصى فليس للميت شيء، إنما الورثة يستحوذون عليه. طيب سيدنا، إذا ما وصى يحق لأبناء بالتراضي فيما بينهم أن يعزلون بني الثلث؟ بني بني يعني الأولاد يقدرون أنه يقول أبونا وصى ما وصى، إحنا نريد نمطي، جزاهم الله خير، هذا بر بر لأبيهم. ولكن هل واجب عليهم؟ الجواب كلا. النقطة الثالثة وهي التفاضل ما بين هذا. بعض الأحيان أنا أقدم ابني على بنتي، أقدم بنتي على بنتي الأخرى، أنطي هذه وما أنطيها، أوصل هذه وما أوصل ذاك. هذا في الواقع يسبب ضغينة، يسبب ضغينة ويسبب أحقاد بين الأولاد، وهذا سبب الوالد. يعني سبب الوالد، أنا ما أريد أن أجيب قصة يوسف ويعقوب وإخوته. شوفوا طريقة التعامل مع أولادك بتميز وتمايز، هذا يثير حفيظة الهذا. ها بابا ليش يحب زايد، ليش يعطي ذاك وما ينطيني، وليش يحبه وما يحبني، وليش يقربه وما يقربني. طبيعة الحال الأولاد يختلفون، يعني بعض الأولاد يبارون أمهم أبوهم بشكل أكثر، يخدموهم. طبيعة الحال واحد لا عايف ورايح، واحد ما يدير بال، هذه أثر. ولكن تعالوا في حياتكم، هذه رسالة رجاء التفتوا لها. تحب ابنك هذا اللي جاي يخدمك؟ هاي بنتك اللي كل يوم رايحة وجاية وخطية وأخرت زواجها على حسابك، تحبها؟ بحياتك انطيها، بحياتك انطيها، ما حد يحاسبك، ما حد يحاسبك، مالك هذا البيت بابا، هذا بخليه باسمك، هذا إلك انت على حال. لا تتبهدلين بعد ما أروح أنا، لا تتحيرين بعد ما أروح. بعض البنات ما متزوجات، فإذا ما يسوي هذا الشيء بعدين مولانا
تدرون بعض الأعراف في العراق جريمة، بعض الأعراف جريمة، البنية ما يطوها. ليش ما تطوها؟ والله إحنا البنات ما نطيه، على أساس ما تطوه؟ رب العالمين جعل الأولاد والبنات على حال، على حد سواء في التوريث في الحق يعني، ولكن الحصص تختلف. نعم. أولي الأرحام، بسم الله الرحمن الرحيم، أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أكو أولوية، الأولاد والبنات أقرب من الجد والجدات، أقرب من الأخ والأخوات هذه، والخال والخال والخالات، العم والعم والعمات، هذه الطبقات الثلاث اللي هي في بحث طويل ومفصل. نعم. زين، فلا تحاولوا أن تميزوا بين أولادكم، وإذا أردتم أن تميزوا في حياتكم انطيها وخلصها، انطيها وخلصها. فأجي أختم كلامي بشيء، وهو نعم، شو تريد أنت أيها الإنسان في أملاكك؟ تقول سيدنا أنا أريد أن أريح نفسي وأريح أولادي. جيد، خوش هدف، أنا أريح أولادي وأريح نفسي في الحياة، ممتاز. ولكن أنت بعض الأحيان تتصرف تصرف اللي تخلي هالنعمة اللي هي سبب الراحة تكون سبب شقاء. وأنا الآن في بالي الآن عشرات الموارد، عشرات الموارد أقولها بدون مبالغة، لأن تجيني وقاعد وياهم وداخل في مشاكلهم، عشرات الموارد أكو نزاع ومشاكل وزعل وقطع قطع الصلة وابتعاد وما أدري حسب تعبير التشتت في العوائل. بسبب شنو؟ بسبب الإرث، بسبب المال. توصل للتقاتل أحيانا سيد. بلي الآن عائلة ماردة بالعائلة بالنجف، واحدة قامت تضرب الثانية بالرصاص. زين، على أي حال أنا أردت المال، أردت المال نعمة، صار شنو؟ نقمة. أردت الإرث أن يكون مريح، صار شنو؟ مقلق. وين القلق؟ وين المشكلة؟ المشكلة أننا في واقع الحال نعتقد أن أولادنا بقدر المسؤولية في التصرف الأموال. لا، أولادنا مهج، أولادنا يتأثرون بزوجاتهم، بزوجاتي لعبا، بعض الأحيان زوجات هن حسب تعبيرنا يحركن، أخذ وليش هذا وليش يطيل أخوك وليش كذا، زوجات يعني تشناين. نعم. أكو بعض الأصهار يعني النسبان، روح أخذ حقك وليش كذا وما أدري. فتعال أنت دير القضية بشكل صحيح. شون أديرها؟ تعال بحياتك أنت تقول أريد أن سيدنا وقف للحسين، وأريد أن أسوي مسجد، وأريد أن كفالة أيتام، يلا أولادي سووا، يلا أولادي سووا. أولادك منو قال يسوون؟ من قال أن أولادك يلتزمون؟ أولادك مولانا بعد ما يدفنوك، وبعد أسبوع، بعد 40 يوم، كل واحد يروح وراء اهتماماته ويأخذ اللي يريده. فأفضل شيء أن الإنسان في حياته يقوم بما يريد أن يوصي به. يا بيت أكفلوا 10 أيام، أنا سأكفل 10 أيتام، أنا أكفلهم الآن. ابنوا مسجد، ليش هم يبنون؟ أنا أبني بحياتي، أبني أحسن لي. ما أدري مولانا سووا فلان شيء، الآن أنا أسوي. أرسلوا واحد ما أدري كذا، هذه الأشياء واحد يسويها بنفسه أو لا؟ أولا مالت ولا أحد يعارضه، ثانيا حسب تعبيرنا أنقدها للقضية، يعني أحسمها. أما ابني هذا يجر طول وذاك يجر عرض وذاك يزعل وهذا كذا، هذه أفصلها. هاي نقطة مهمة جدا. فشنو النقطة الأولى؟ الخيرات والمبرات والوصايا فيما يرتبط بالأمور الخيرة أعملها في دنياك وفي حياتك أفضل من أن توصي بها. اثنين فيما يرتبط بأصحاب الأموال، تعالوا بحياتكم ريحوا القضية. بابا أنا رايح، مو هالسنة، السنة الجاية، مو السنة الجاية بعد 3 سنوات. أنت هاي الأرض إلك بابا، هاي الأرض إلك، هاي الأرصة إلك، قسموها لأولادكم في حياتكم أفضل من أن بعدين يصير مشاكل. قول سيدنا حتى لو يقسمهم، من راح يموت أيضا راح يصير مشكلة في اللي موجود. هذا يمكن أنه يتعامل مع هالأشياء. مثلا أنا أريد أوقف المزرعة، خلص أروح أسوي الوقفية حتى أمنع واحد شنو يتدخل فيها، سجلها رسميا وقانونيا. هذه هواية مهم.
أن واحد في واقع الحال يبت في المسائل ويجزم ويحسم المسائل قبل أن تقع مشاكل لا سمح الله وهي كثيرة. أحسنتم سيدنا، نعم الإيضاح، شكرا جزيلا. نرجو أن يكون المشاهد الكريم أيضا استفاد. إذن على بركة الله نبدأ باستقبال مشاركاتكم إخواننا الكرام الآن من خلال الاتصال على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، المفروض الآن ظهرت، نعم ظهر الأرقام أسفل الشاشة. بإمكانكم أن تتصلون وتطرحون أسئلتكم ومداخلاتكم، الموضوع مفتوح طبعا مو فقط على الإرث. فنأخذ أول مشاركة رسالة صوتية، تفضلوا. بس عيدونا ياها من البداية، البداية ما سمعنا. عليكم سيد. عليكم السلام. أنا من مواليد 70، صليت من عمري 9 سنوات، وبعدين مرور السنين تزوجت عمري 14 سنة، وصار مرور حياة وأطفال وما نعرف الدين مثل هسه، فقمت أصلي يعني أصير عد انقطاع بالصلاة الصبح، مرات الظهر مرات بالليل ما أعرف، يعني مدة 19 سنة. وهسه أريد أقضي، لو أوصي وصية مثلا هذا واحد بعد الممات، ما أعرف كم سنة أصلي شقد، يعني كل السنوات يعني أقضيها نصها شقد يعني. شكرا جزيلا. نأخذ اتصال ونرجع نجاوب على هذه الرسالة الصوتية، تفضلوا. أم حسنين، حسنين تفضل يا حسنين. حسنين نسود، تفضل عزيزي، حياك الله أخويا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك مولاي؟ أخبارك؟ حياك الله حبيبي، بارك الله فيك. تفضل أخويا حسن. مولاي سبق وانسأتك أسوان، بس أنا ما وصلت لك بالصورة الصحيحة، وانت أهمياني شلون مثل ما نقول، بس ما السؤال ما وصل لك بالصورة الصحيحة. شنو هو السؤال؟ سيدنا العزيز، هاي أكو فد برنامج، نعم برنامج بالموبايل جميل. بس لا تحكي اسم البرنامج وتفضل. نعم، برنامج بالموبايل اسمه سنتات. قلت له لا تحكي بالاسم، تمام كمل. لا هو برنامج بالموبايل، هذا البرنامج بنقاط. نعم، مثلا هاي النقاط كل ما اظل بالبرنامج اجمع هاي النقاط احولها رصيد، تحولها رصيد وتستفاد منها. جاوبك سيد وقال لك ماكو اشكال بالموضوع. لا لا، بس بعد ما كفي اروح لك. تفضل تفضل. هاي الأكو بي عداد، هذا العداد أنا ما أقدر أفعله، العداد ما أقدر أفعله إلا مثل أشتري مثل برصيد وأفعله، مثل أشتري الرصيد مثل أبو 10 أبو 15 أو مثل أبو 20، يلا فعل هذا العداد حتى يحسب النقاط. إيه هذا يعني هو، بس هذا العداد يعني أقدر أجمع منه النقاط وأشتري مثلا بفلوس، يلا أفعل هذا العداد واضح الموضوع سيدنا. أجمع من النقاط وأحولها للرصيد، أما آسيا وأثيرا وجيش كاش. طيب السيد راح يسألك استيضاح، تفضلوا سيد. تفعيل هذا العداد على أي أساس؟ على أساس الجمع النقاط لا أكثر ولا أقل، ولا بي مثلا نقول مثل التشنف أو الرهان أو مثل مشاهدة فيديوهات غير لائقة. فإذا تفعيل هذا العداد حتى أنت تستفيد من استخدامك لهذا التطبيق على أن يعطوك مردود مالي. يعطون مردود مالي نقاط حولهن مثلا إلى رصيد. فليست قضية يا نصيب أو قضية يعني على الشانس. ليست قضية شنص أو يا نصيب أو ليست قضية رهان ولا مشاهدة فيديوهات ولا أي شيء. إذا راح تسمع الجواب أخوي حسنين، وشكرا لأنه أنت مهتم بأمور دينك، الله يوفقك إن شاء الله. أبو علي تفضل عزيزي أنت. أبو علي تفضل عيوني. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا دي مسألة. نعم. بخصوص أكو شركة أهلية تأخذ أموال بصفة مضاربة، يعني تأخذ أموال بصفة مضاربة. نعم. هل يجوز التعامل ويا هذه الشركة؟ بين لي شلون صفة مضاربة، يعني طريقتهم شلون لو سمحت. طريقتهم يأخذ أموال ويقول لك أعطيك، يحدد يعني النسبة يحددها. بس من يحدد النسبة يتفق وياك بمصالحة، يعني لأن ما يعرف إيش قد الأرباح مثلا شهرية. جميل. فيعطيك شهرية بعنوان مصالحة. جميل يعني جميل واضح. شكرا يا أبو علي، تحياتي لحضرتك واسمع جواب يعني سماحة السيد على هذا السؤال. سيدنا نبدأ من حيث انتهينا، الأخ أبو علي تفضل.
شوف أخ أبو علي، هذه القضية على أنه يابا أنا عندي 100 مليون أعطيك إياها تشتغل أنت، جاء تشتغل بالملابس، تشتغل ما أدري بالمواد إنشائية، طبيعة الخمو تشتغل في الأمور المحرمة، لا بالقمار ولا بالخمور ولا بالحفلات الموسيقية وما إلى ذلك، هذا ما يجوز. أما الأمور المحللة يابا اشتغل، هاي عندي 100 مليون وأنت عندك خبرة اشتغل بها وانطيني نسبة من الربح. يقول يابا هاي 100 مليونك أنا ما أقدر أميز إيش قد، يعني فلوس الناس هواي يمي، ما أقدر أقول 100 مليونك إيش قد طلع، بس أنا بيني وبينك اللي يطلع هالمئة مليون نص إلك نص إلي، طلع 200 مية إلك مية إلي، طلع 500 250 إلك هالشكل نسبة يعني. نسبة، ولكن لأنه صعوبة في من صعوبة في التحديد نعم. يسوون عملية مصالحة، شو يقول لي؟ يقول يابا أنا شهريا راح أعطيك 250 مثلا أو أعطيك 500 مثلا، بس هاي 500 يمكن أنت ما مطلع هالمقدار حتى تطيني، أو يمكن مطلع أكثر وأنت مطيني أقل نعم. سماحة الإعلام يقولوا هذا يمكن على سبيل المصالحة، يقول يابا أنا أعطيك هذا على الحساب، مو أنها مقطوعة، على الحساب آخر السنة إيش قد إلك أنا ما مطيك إياه، أو إيش قد إلي وانطيتك زايد نتصالح عليه، هذا ما في مشكلة. نعم. أم بنين أختي الكريمة تفضلي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذ؟ حياكم الله أختي، أهلا وسهلا. أنا ممكن أحكي ويا الشيخ؟ تفضلي سيدي اسمعكم. السلام عليكم. وعليكم سيدي. السلام ورحمة الله وبركاته. يعني زوجي شهيد واستلم 800 والوالدة هم ما تستلم، بس أنا قبل أسوي ثواب وهسا قلت ما أسوي ثواب للشهيدة، تديت بالوالدة وألو يا عيني. نعم نسمعك أختي. ها من قمت مستلم راتبي أجيب يعني دجاجة مثل سمكة نأكلها أنا وجهالة ونقرأ صورة الفاتحة، يعني هم ما تقل أسوي ثواب. إن شاء الله تسمعين الجواب، أنت ما نادر أن يذهب شرعي يعني بعد عيني ثواب. بعد هدي سؤال. نعم تفضلي. عيني أنا لابسة أسود على زوجي شهيد، يعني يصير أدب الأسود؟ كم سنة صار اللي متوفي؟ صار 7 سنوات. ما شاء الله. خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. تسمعين الجواب أختي الكريمة، وتحياتنا لحضرتك والرحمة لجميع شهدائنا الكرام. سيدنا نرجع لسؤال الأخت اللي هي أو الأخ ما أدري اللي هي بالرسالة الصوتية، مواليد 70 و19 سنة، بين مصلية بين ما مصلية بين مطلوبة بين ما مطلوبة، شنو التصرف سيدي؟ الأخت قالت في بصمتها الصوتية أنه سيدنا أنا من 9 سنوات كنت أصلي، وبعدين صار انقطاع وصار مدري إيش، وما أدري كم سنة قطعت، ما أدري كم سنة علي، بعض السنوات أنا أصلي شهور وما أصلي شهور. أختي الكريمة، أختي الكريمة، إن الإنسان على نفسه بصيرة، أنت تعرفين نفسك أكثر من غيرك. لذلك الفقهاء شو يقولون؟ فقهاء يقول الإنسان هو يقدر أنه أنا بيني ما بين الله كم سنة ما صليت، كم شهر ما صليت، يقدر 5 سنوات لو 6 سنوات، 6 سنوات لو 10 سنوات، تقديرات لو زايد لو ناقص، فيأخذ بالناقص أقل، يأخذ بالأقل. نعم واضح. فأنت قدري وأخذي بالأقل. أحسنتم سيدنا. الأخ حسنين سأل عن برنامج بالموبايل اللي هو ينطو أموال تتحول إلى رصيد، بس هو حتى يشترك به لازم يدفع أموال بالبداية، يشتري رصيد يعني. بلي هذه قلنا على أنه بنفسها يعني بحد ذاتها ما في مشكلة، أنا أدخل في تطبيق، هذا التطبيق يستفيد من كثرة المستخدمين، كل ما دخل المستخدم وكل ما استعمل المستخدم هذا التطبيق هو يحصل من الشركة العامة مدري إيش مال الفيسبوك أو الجوجل ما أعرف عليه حال، يحصل فلوس، فهذه فائدتهم في الإعلانات، فائدتهم في الكذا، فيقولوا له أنت شقد ما تبقى هنا إحنا نرتاح ونحصل من وراك فلوس، ولكن أنت فعل هذا الشيء وإحنا هم نوصل لك فلوس. نعم. هذا بحد ذاته ما في مشكلة. نعم. بحد ذاته لا إشكال فيه، وإن كان سماحة السيد يقول ارجعوا إلى غيري في هالقضية، يعني عند احتياط ارجعوا إلى غيري في هالقضية. أحسنتم سيدنا. أم لؤي أختي الكريمة تفضلي. إيه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا ممكن يعني أتحدث ويا السيد؟ تفضلي السيد اسمعكم أختي. إيه
أنا أرسم حديثة على الإرث. أنا انطيت بحياتي هسه حاليا البنات عندي 2 وولد. البيت واحد منهم مساحته 71 يعني مشتمل، والثاني مساحته 62. وهاي اللي طيتها 70 انه هي شلون صارت يعني جبري الشغله. اشترى زوجي قطعه قاع كبيره وما عندهم مبلغه، قالوا اشتركي ويانا وعلى شرط انه شرطوا علي تخلي هاي الجزء التاخري باسم بنتي، يعني مو النسيبي بس البنتي. انا يعني على نيتي انطيت البنتي وجبرتني بعدين على البناء، هو النسيب جبرني على البناء وبنيته. وبالنهايه هسه حاليا عندنا مشاكل. المشكله شنو؟ تقول لي اما انه تعطيني اياتي مو سجلتي باسمي، انطيني ايجاره. واني انا يعني من بنيته راسا قلت لهم هذا ايجاره مني لكم، حتى اللي تعتازون بالدنيا مكان ما اعطيكم. فاني سويت انطيتهم اياه من ذاك اليوم لحد الان. هسه اقول لها تعي تنازلي للاخوك بالبيت اللي احنا قاعدين به، ما تقبل تتنازل، تقول اما انه تعطيني حصه من هذا البيت اللي قاعده، واما تتنازلون عن الايجار اللي كله. فالحال شنو؟ ما اعرف. زين ام لؤي اذا تسمحي لي بسؤال حجي، الله يعطيك طوله العمر والعافيه ان شاء الله. الله يعافيك. تقولين جبروني، جبرني النسيب بنيته، جبرتني بنتي طيت هي، شلون يعني جبروك؟ ممكن ايضاح؟ ها شلون؟ قالوا يابا احنا هذا البيت مساحته 250، ما عندنا فلوسه، حنبيع منه 70 متر، تعالي يما اخذي من هاي ال 70 ها؟ وقال لي اذا انت اخذتي 70 وسجلتي باسم بنتك، انا حتى اسجله كل البيت باسمها، يعني تصير ال 250 باسمها، فانا بعد بنتي وثقت بيها. وخليته ال 70. عندك سؤال اخر ام لؤي حجي؟ عندك سؤال اخر؟ لا والله هو هذا بس. هذا هو على الارث، انا هاي مشاكلنا على الارث مثل ما يقول السيد حجيه. اليوم ام لؤي انت لما سجلتي باسمها يعني ملكتيها؟ قلتي ماما هذا اليك؟ قلت لي اليك بعد حياتي، يعني بعد العفو بعد مماتي، يعني بحياتي ما دام انا طيبه موجوده هذا ايجاره مني لكم، لكنه يعني ما تتصرف بي. بس هي تريد تتصرف بي، اما تريد تبيعه تقول لي وجه بوجه، اني ابيعه اشتري اني اخذ الايجار، انت ما تحقيني هسه ما تسوي روح تسوي ايش تقول لي. واضح. شكرا ام لؤي، تحياتي لحضرتك، اسمعي الجواب ان شاء الله والايضاح من سماحه السيد، شكرا جزيلا. قبلها عندنا ايضا سؤال سيدنا كان من الاخت ام بنين، الله يرحم زوجها الشهيد. احنا سيدنا الشركه الاهليه والمضاربه سولفنا عنها صح؟ نعم. اي ام بنين سيدنا زوجها شهيد ويستلم وتستلم عنده 800,000 دينار وكذا، وتقول شنو اسوي ثواب، وبعدين اختصرنا بالثواب بس اني وابنائي، فتسال حجية عنها. الله يرحم الشهيد يرحم موتانا جميعا، يعني هذا الراتب لكم، يعني هذا الراتب على حال العائلة الشهيد، مو لازم نعطي ثوابات عنا الله يرحمه، فما مجبر أن تنطين ثوابات هذه للأطفال وإليك وعلى حال حياتكم، يعني هذه تسمى شنو؟ تسمى منح وعلى حال حقوق لعوائل الشهداء، هذه لكم مو للميت، ذاك راح الدار حقه، وليس واجب عليك أن تعملي هذا الشيء أصلا، مو واجب. تريدين تسوين جيد، ولكن الأولاد وحياتكم أولى، وإن شاء الله تعالى الله يرحمه. لابس أسود 7 سنوات وتسألي يصير أبدل الأسود؟ مكروه جدا، مكروه جدا إنسان يلبس سواد وعلى قضية مثل هاي القضايا. على أهل البيت نلبس بمقدار شنو؟ بمقدار على حال مناسبتهم. أما الميت عزيز علينا أكثر شيء سنة يلبسون، أما بعد السنة ينزعون، وانت على حال شويه ريحي اولادك كله اسود اسود اسود، هذا مو صحيح. لبسي الالوان، واذا انت شابه واجاك على حال جت فرصه للزواج ايضا تزوجي، ليس صحيح ان تبقي بدون زواج. ونحن نصيحتنا للارامل اذا حصل فرصه لان يبدا حياه اخرى مع رجل اهل دين واهل اخلاق فلا يتوقفوا، لانه الحياه ما تتوقف بموت الزوج. شوفوا أئمتنا، شوفوا نبي الإسلام، نبي الإسلام تزوج بعض زوجاته، زوجات ناس ماتوا وقتلوا الرسول زوجهم، يعني
بعض نساء النبي أرامل، يعني كنا متزوجات من قبل رسول الله. فهذه قضايا عليها حال، فكروا فيها وابتعدي عن هذا الأمر، البسي الألوان إن شاء الله تعالى الله يرحمه. أحسنتم سيدنا علوية. خلود تفضلي علوية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلى السلام عليكم سيد رشيد رحمة الله عليكم. وعليكم السلام حياكم الله. بلى زحمة، بلى زحمة سيدنا مولاي. سيدنا احنا بنات ما متزوجات، احنا ثلاثة والأهل الأخوة احنا سيد الوالد متوفي طبعي، بس الوالدة زين جايين علينا يجون يبيعون الحصة ها، وتعالوا توقفوا للأبو الفضل العباس، هل يجوز هذا لو ما يجوز له هذا؟ يعني تعالوا حصصكم وقفوا للعباس رضي الله عنه. زين هم أخذوا حصصهم ما شاء الله، أخذوا حصصهم، يقول تعالوا أنتوا وقفوا للعباس حصص كان يا بنات مو شكل. زين يجوز هذا لو ما يجوز أولا. علوية قبل لا تنتقلين للسؤال الثاني لطفا يعني بس حتى نستوضح عن السؤال الأول، السيد سألكم قال حصصهم أخذوها وحصصكم انتو يقولون خلوه نوقف، صحيح هذا الكلام؟ صحيح كلها تمام. كلها اخذوها كاملة، هم اربعة اخذوها كاملة. عجيب. جا حصصكم وينهن؟ حصصكم حصصنا بنين الحوش عن نص ها، وبرا ثلاث سنين تعالوا بيعودنا على البنيان النص وقفوها، ما تحصصكم على موت باش عقبة تموت. ايش قد عمر اعمارك كان علويات؟ 77 انا مواليدي، و 75 و 81. الله يوفقك ان شاء الله تعالى. زين سؤالك الثاني علويه. سؤالي الثاني بلا زحمه عليكم، ايضا بس رقم السيد اذا ما ممكن هو من يمك، ايضا عندي موضوع خاص الى اجهزه صوتيه على موبايل الثاني. شوفي اختي احنا خليكم على الخط، الاخوان بالكنترول راح يتكلمون وياكم، اذا عندكم سؤال تحرجون من عنده على الجو، فاحكوا السؤال للكنترول وان شاء الله يتحول للسيد، اما لا تقولين عندنا رساله صوتيه فايضا ارسليها وان شاء الله السيد يسمعها. وتحياتنا للاخت الكريمه. حسنين تفضل اخوي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيدنا هل قبل شوي سال السؤال؟ نعم تفضل. بس انا اريد يعني مثل سماحه السيد الفستاني مثل ما في شيء، وما انا بس اريد السيد جاوبك يا عزيزي للمره الثالثه، هذه جوابك سيد. سيد يحتاط بس قال لي مثل يحتاط في هكذا امور، يعني اشوف غير عالم لو مثل ما في شيء. اي ارجعوا الى غير السيد الاعلم فالاعلم، ارجعوا الى غير السيد. لا مثلا عاد اقدر احكي السيد رشيد جاءت هو السيد يتكلم وياك عزيزي، ارجع الى غير السيد الاعلم فالاعلم. واضح؟ لا بس بلا زحمه اقدر احكي السيد رشيد. هو السيد رشيد قاعد يسولف وياك يا اخويا، السيد قاعد يسولف. سيدنا هسه لحد يعني حد ذاته ما بيه اشكال لو يعني مثل لا ارجع الى العالم. سماحه السيد فيها القضايا عد احتياط، يقول ارجعوا الى غيرنا في هذه المساله، منو غيرك مولاي؟ من الفقهاء اللي ثبت انه اعلم من بعدي، مو كل واحد يدعي المرجعيه، الاعلم فالاعلم، هذا ارجع الى اهل الخبره. واضح حسنين؟ واضح، يعني مثل منو سيدنا؟ لا هو مو على الهواء نحكيها هذه الاشياء، انت تروح تتمحص وتسال الناس اهل الخبره وتواصل يعني المراجع المعلومة. المراجع اللي في النجف المسلمين المعروفين المسلمين اللي مو المدعين، لان المدعين هواي. شكرا جزيلا الاخ حسنين، تحياتنا لك. اول مره اعرف سيدنا صوتي وصوتك الشاب حسنين سوى لبس عنده. ام علي تفضلي اختي الكريمه. الله يسعدك عيني. حياكم الله اختنا. أنا طبعا هاي مو أول مرة، هاي تقريبا 10 مرات أخابر السيد. تفضلي. أنا عندي مناشدة الله يخليك. الله يحفظكم، تفضلي. أنا من المدينة مدينة الصدر، بس هسه حاليا بابل. نعم. أنا عندي هالأخ هالواحد. نعم. وأخي انعدم شرقا حتى الموت. لا إله إلا الله. انعدم أخوه شرقا حتى الموت. زمن صدام؟ إي. فالحزب سووا واخذوا مالنا. اخذوا البيت مالنا واخذوا يعني شافوا غالي عندنا خذوه. لعنة الله عليه. تمام كملي اختي. ذاك الزمان قال اريد 30 دينار على الطلقات اللي حطوهم باخوكم. لا حول ولا قوة الا بالله. نعم. فانا هسه لا من حقوق اخوي
لا انا صاحبه ايتام قاعده بالحله بخرابه خفوق عليه يشهد الله، هذا الشتاء ما اقدر انام جواها. اخوك متزوج من استشهد؟ متزوج؟ اي متزوج. وعنده اولاد؟ انقطع اتصالها الظاهر، فقدنا اتصال. خلاص رصيدها مسكينه، ان شاء الله اجاوبك بابا. سيدنا الاتصالات شوي خلينا نتوقف اخوان حتى نلحق نجاوب. ام محمد لو ابو محمد؟ ابو محمد تفضل عزيزي، تفضل اخويا. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤالي سيدنا، بس حبيت اسال السيد، انا قبل فتره اتصلت على احد الساده قناه يعني همشات مباشر، فسالت احد الساده يعني المعممين ما اقدر اذكره بالاسم، انه انا عندي مشكله ويا زوجتي وارد اطلقها. فمن سالت هذا السؤال لهذا المعمم، طبعا مع الاسف يعني هذا المعمم اخذ السؤال مالتي، وكان عنده محاضره دينيه في احدى الكليات او الجامعات انا ما اعتقد. نعم. فصراحه يعني هل هو مباشر قدام الطلاب الجامعه يعني شهر بنفس القضيه بنفس التليفون اللي انا خابرت به شهر قدام الطلاب؟ يعني قال اسمك من يجيب هذا السيد؟ قال اسمك ابو محمد، قال اسمك مثلا؟ لا ما قال اسمي، بس هو شنو؟ نصا قال انا اتصل بي البارحه على قناتي الفلانيه شخص وهاي قضيته، وهاي القضيه نفسها نقلها بالتفصيل قدام الطلاب. طيب فسؤالك ابو محمد، هذا صار شنو سيدنا ابو؟ صار استهزاء وصار ضحك من قبل الطلاب ومن قبل السيد. نعم. قدام الطلاب يعني بصراحه يعني جحيل انجرحت يعني وجرح مشاعري، بس حبيت شنو؟ وذممت السيد امام رب العالمين، ذممته قلت انا امنت بعمامه رسول الله وحكيت له سري وعلى الهواء مباشر زين، وهو جاهل هذا الشيء كليته وقاعد يستهزئ. ما اعرف هو عندك سؤال اخر ابو محمد؟ والطلاب فما اعرف شنو الحكم الشرعي بهيك حال، شلون اروح للسيد اقول له يا ابي احكي وياه مباشر بريني الذمه لو يسمعني مثلا، بس مجرد انه على طريق التليفون راح يبريني الذمه لو شلون يعني؟ تمام. انا هسه الذمه من السيد. عندك سؤال ثاني ابو محمد؟ لا والله، بس يعني مشكلتي مع هذا السيد، بس ما اعرف شلون ابرر ذمتي وشلون ابرر ذمتي قدام يعني. ان شاء الله تسمع تعليق السيد على هذا السؤال، وبارك الله فيك وشكرا لاتصالك. خلينا شوي نتوقف عن الاتصالات حتى نلحق نجاوب على الاسئله. سيدنا الاخت ام لؤي ومشكلتها في الميراث، وبتها اللي مكلبه بالبيت وما ترضى تنطي. شوفي ام لؤي، يعني اكثر الكبار السن الاباء الامهات للاسف يعني للاسف يتصرفوا تصرف غير صحيح مع اولادهم وبناتهم، حسب تعبيري هسه تعبيري يعني يخدعون، يلعب عليهم. بابا انت بس هذا رتبه، بابا انت بس خلي باسمي، انا مالتك هو، انت بس خلي باسمي، او انه انت بس رتب هذا. واحنا هذا النوع من التصرف في الواقع يسبب هذا الندم اللي الان انت فيه، يا ريت انا ما حطيتها باسمها، يا ريت انا ما كذا، مو شكل لولا. فهذا كان لابد الانسان بشكل عام، انت قضيه انتهت، بشكل عام الناس لابد انه يسالوا بابا ما يخالف، خلينا اسال في المحامي، اسال في كذا، بابا اذا انا سويت هذا الشيء شلون من ناحيه قانونيه كذا. بس انا سجلت باسمها، بس اخذ منها ورقه شرعيه انه اشهد بالله على انه كذا، والكاتب العدلي مثلا يختمها على اساس تبقى ان هذه امانه بيدك، بس باسم قانونا باسمك، بس هي مالتي. هاي القضايا لازم واحد يسويها. والقران الكريم اطول ايه فيها في القران هي ايه الدين، المكاتبه والكذا واشهدوا عليها، هذه كلها لا بد الإنسان أن يقوم بهم، لا هي تأخذ العاطفة والله يلا شو تسوي، لأنه لؤم. شوف هاي البنت أنا ما أعرفها ولا أدري من هي، بس هذا اللؤم، أنت أمك واقع الحال جدتي وكذا، ولا تقول لي لا هذه مالتي وأنتوا أعطيني إيجار، قاعدين ببيت ويعطوني إيجار وبيت الأم يعني بيتها، وهذا في واقع الحال غلط. وتقولين شنو الحل؟ لا حل يا حجية، أنت قانونا تقدر هاي بكرة تطلعيش من البيت. يعني إذا الإنسان ما يخاف الله وما يخلي الله بين عيونه يفعل ما يشاء يعني. فلذلك نقول أنه وصية الإمام أميونين لكميل وصية جميلة، يقول له يا كميل
ما من حركة إلا ولك فيها معرفة. لا تسوون شيء إلا ما تستفتون، إلا ما تسألون، إلا ما تستشيرون. هاي حالة الارتجال وحالة العبثية والعشوائية في النهاية تورث الندم. أحسنتم سيدنا. الأخت العلوية بس طبيعة الحال بنتك ما تستحق، ما تستحق هذا الأمر. إذا تأخذ من عندكم القوة هذا ما يجوز، لأنه أنت تقولي ماما هذا مالتي بس أخليه باسمك، هذا مالتي ما دمت أنا على قيد الحياة هو مالتي، فما يجوز لها أن تأخذ شيء من هذا. تمام. العلوية خلود سيدنا، وهن بنات وما من زوجات وثلاثة، والدهن توفى وأخوانهن سيدنا أخذوا حصصهم ويرجعون على حصص أخواتهم، تعالوا بيعوهن وسووهن وقف. أنا أشكر المتداخلين اللي تداخلوا في موضوع الحلقة وهو الإرث. شوفي أختي الكريمة، للأسف يعني بعض الأخوة، بعض الأخوة متعسفين. لسه أخواتك علي حال عوانس ما صار يتزوجا وكبرا بالسن، وإن شاء الله أنا هم أدعو له، أنت قل آمين. اللهم بحق محمد وآل محمد يسر أمرهن وأسعدهن بزوج صالح يسر عليهن ويسعدهن. اللهم قل آمين. اللهم جزاكم آمين. الله خير. الله يحفظك. فهذه يجي الأخ والإخوة يجون فوق هذا الضيم، لأنه تعالي تحصتش مثلا خليها للعباس، ما أريد أن أعطي العباس، أنا مالتي، أنا بكرة منه إلي، أنا بكرة منه إلي، أمي راحت وأنا إحنا وين نروح؟ فلا تسمحوا لأحد، خلي هم يسوون أملاكهم وقف سيدنا. ليش جاي ليش وقف؟ لا تسمحوا لأحد، هذه أموالكم، وطالبوا يعني روحوا قولوا أنه قسام الشرعي لسووه وطونا حقنا وانتزعوا حقكم. جاء أقولها بصراحة، لأن بعض الأخوة كلش ظلمة، ظلمة بصراحة أقول، فانتزعوا حقكم أنه تعال أنت شنو قاعد ببيتك وزوجتك وأطفالك وتأخذ حقي؟ ليش تقول لي تقول شوف الكلام، يقول راح تموت أنت. زين أنا أموت، أنت ما تموت، أنت ما تموت، خلي أنا أموت بس أنت راح ترثني، ما عندي أنا لا زوج ولا أطفال، لا أنت راح ترثني، فبالنهاية أنت راح توصل إليك ولأولادك، فليش أنت تهضمني وليش أنت تجبرني؟ فلا تسمحوا لإخوانكم بأي شكل من الأشكال أن يستحوذوا على حقوقكم. أحسنتم سيدنا الكريم. الأخت الكريمة أم علي اللي انقطع اتصالها وحضرتك صار عندك تصور إن شاء الله كافي عنها، اللي هي أخوها تم إعدامها من قبل النظام البائد ظلما وصادروا كل ممتلكاتهم، فوق هذا أخذوا من عندهم فلوس الرصاص وأذوهم والآن هي ما عندها. شوف حجية أختي الكريمة، يعني المرحوم الشهيد كان عنده أولاده وزوجة وأم وأب، فالقانون قانون مؤسسة الشهداء ينطون راتب إلى أهله، يعني مو أخواته وإخوته. لو ما كان متزوج، سألت لو ما كان متزوج أخوي مستشهد ما متزوج، فينطون إلى أخواته أو أمه وأبوه أو أخواته وإخوته، فهذا لأنه متزوج فيروح الراتب لمن؟ لأسرته. نعم. يقول سيدنا إحنا ما حصلنا شيء، روحوا. أنا أقول بملء الفم، أيها المؤمنون، أيها الشيعة، أيها المتضررون من البعث الصدامي اللعين، روحوا اشتكوا في محكمة الجنايات، في المحكمات، في المحاكم، وبعنوان متضررين ودوا شهود أخذوا الوثائق، وإحنا صادروا بيتنا، إحنا صادروا أثاثنا، صادروا سيارتنا، طالبوا. أنا ذاك اليوم أستاذ مرتضى شفت واحد من ذول ما أريد أجيب اسمه، وهو إنسان جدا 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 يعني سيء، سيء وطائفي، أبوه سب أي سبب معدوم، قيل أنه معدوم لقضية أخلاقية، رايح مسوي على حال أنه أبوي انعدم وصدام عدمه، وأنا أريدن بدل منطي مولانا حسب ما قيل 92 مليار. لا إله إلا الله. 92 مليار بالباطل، بالباطل. فليش أنتوا الشيعة ساكتين؟ أنتوا أكثر تضرراً، أنتوا اللي هجموا بيوتكم، أنتوا اللي فلشوا بيوتكم، أنتوا اللي صادروا أموالكم، روحوا قول إحنا متضررين. طبعاً حرام الإنسان يزور، حرام الإنسان يكذب، حرام الإنسان على حال يتحايل، لا بيني ما بين الله، كان عندنا محال، كان عندنا بيت، كان عندنا سيارة، كلها راحت وإحنا قعدنا على بساط. طالبوا بذلك، فلا بد للدولة أن تعطي، لأنه يجي يعطون
دجالة، فكيف للمتضررين حقيقيين؟ أحسنتم سيدنا. سؤالنا الأخير سيدنا، أو هي مداخلة من الأخ أبو محمد، اللي هو متأذي ومجروح نفسيا، يقول تم التشهير بي وتجريحه على الملأ بسبب شوف طرح سؤاله في يوم الكريم أبو محمد. شوف حبيبي أبو محمد، بعض الأحيان الأسئلة اللي تجي إلى الإخوة المقدمين، الإخوة على حال المتصدين في أمور الدين، أمور الاجتماعية، هذه القضايا من تجي هي تصير حسب تعبيرنا كشاهد في فكرة جاي يطرحها، يصير شاهد. شنو هذا الشاهد؟ مثلا يصير الكلام في حسن العشرة، والإنسان يكون حسن العشرة مع زوجته، لابد أن يكون منصف، لابد أن كذا، فموضوع في هالمجال تجي قضية، يا بأنا زوجتي رواتبها كلها تطينياها، وإنسانة على حال كل رواتبها ما أخذها، والآن تقول يا بهذا الراتب أريده فطلقها. إحنا نجي نقول يا جماعة، يا منصف، سنين هي تطي راتبها إلك، والآن أنت تجي شنو؟ لأنه قطعت الراتب قالت يا بدي أطيها لأمي، بدي أطيها لأخوي، بدي أطيها المدري كذا نفسي، وأنت تروح تطلقها. هل هذا من الإنصاف؟ هل هذا من الإنصاف؟ كمثال. أحسنتم. أما أنه قصد التشهير وقصد أنه فلان كذا، هذا ما أكو إنصافا. هي قضايا حسب تعبيرنا، مثل القرآن الكريم يتكلم عن أمثال، يتكلم عن شواهد، هاي الشواهد لتقريب الفكرة إلى الجمهور. نعم. إذا واقعا أنا نيابة عن الأخ المعني، إذا واقعا انجرحت إبر الذمة إليه، لأن واقعا ما يقصد، بينه وبين الله ما يقصد، وأنا عندي علم أنه هؤلاء لا يقصدون إهانة أحد أبدا. نعم قد تكون القضية لما يطرحها تصير أنه ها شلون هذا، يعني شلون رجال سنين كانت زوجته تنفق عليه والآن صارت بوخوش، فقد يصير ضحك كذا، ولكن لا يقصد إهانتك ولا يقصد التشهير بك، فأنت ابرأ ذمته، وعسى الله سبحانه وتعالى أن تكون تجربة للأخ المعني. طيب سيدنا، متى يكون إلى حق؟ إذا ذكر اسمه مثلا على الملأ تشهيرا؟ ما أدري يعني قانون التشهير شنو معناته. لا عفوا، أنا أتكلم عن الجانب الشرعي يا سيدنا. لا، هذا لا يسمى لا تشهير ولا هم يحزنون، لا. نعم. ولكن هو من عندياته، يعني الرجل من هو يقول هذا أنا المقصود، فيتأذى هو نفسه نفسيا. نعم. لكن الأخ لا يعرفون من هو بالضبط يعني. أحسنتم سيدنا. طيب الأخوة بالكنترول يقولون عندنا رسالة صوتية أخيرة، خلينا نسمعها. السلام عليكم سيد، عندي مسألة ببيتي أم أبويا سجدت ملك باسمي من كنت صغيرة، من بعد هذا العمر الطويل توفت بيبي وزوجي استشهد، سويت وكالة لوالدي وكالة عامة لأن أنا ما أقدر أفتر بدوائر الدولة، بعد فترة صارت بيني وبين أبويا مشاكل فردت أبيع البيت وأشيل بغير مكان، فرحت للعقار قالوا ماكو شيء باسمك، الوالد كل الأملاك بايعها وحتى البيت اللي أنا ساكنة بيه بايعه، فشنو أنا أسوي سيد؟ أقول لي ليش أخذت الأملاك؟ يقول لي هاي أموال أهلي وأنا أحق بيها، ويقول لي ماكو مشكلة بالشرع، أنا أبوك وأخذ أملاكك وأنا امرأة عندي أيتام، شنو الحكم سيد؟ سيدنا أكو فد عبارة مشهورة بين الناس، هم نستغل الموضوع ونطرحها، أنت ومالك لأبيك، هل هذه عبارة فقهية سيد؟ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو على حال يشكو أباه. نعم. يقول يا رسول الله هذا أبوي بايقني شايل من فلوسي. رسول الله تأذى، رسول الله تأذى، قال تجرجر أبوك؟ تجرجر تجيبه؟ ما تستحي، هذا من عندي هذا، ما تستحي، ما تخجل، هذا أبوك كبرك، أبوك كذا. فالرسول قال أنت ومالك لأبيك. نعم. أنت أصلا وجودك من والدك، ما تحصل هو من ببركة والدك، فقضية أخلاقية. أخلاقية. نعم. قضية أخلاقية. أما بعض الناس قالوا لا، يعني الرسول يقول خلي إيدك بجيب ابنك وشيل وروح اسرق منه، هذا ما يجوز. فوالدك لا يجوز له التصرف في أموالك الخاصة. وشلون رايح علي حال مغير السندات؟ أنا ما أدري، بس علي حال هذه جريمة، ولا يجوز الوالد ولا للوالدة أن تتصرف في أموال الأولاد إلا برضاهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله لا يحل مال امرئ
إلا بطيب ما لامرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. إذا طيبت نفس ما أكو لا يجوز ذلك ويكون أكل مال بالحرام. سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، شكرا جزيلا على كل هذه الإجابات وهذه الإفاضة. أنا أحتاج إلى دعاء تسمحوا لي. تفضلوا سيد. يعني إحنا عندنا محنة كبيرة المؤمنين المسلمين في فلسطين وفي البلاد الإسلامية في أفغانستان الجريحة، إحنا نرفع أيدينا بالدعاء نقول اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآل محمد وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله يا الله، وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره بإمام زماننا، وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها يا أرحم الراحمين. أحسنتم سيدنا الكريم، موفقين إن شاء الله، شكرا جزيلا. وأيضا ندعوكم جميعا وندعو أنفسنا للدعاء لأهلنا في فلسطين وفي كل البلدان الإسلامية اللي يتعرضون إلى مثل هذه المجازر والضغوطات. شكرا لكم، لنا لقاء إن شاء الله الأسبوع المقبل في رعاية الله وحفظه.